وهي مناسبة خاصة بالنسبة لكم تحتفلوا فيها. اللي هي المناسبة الدينية. المناسبة الدينية. أيوة. حس البنات الصغار بيعملوا الحي برضو بيعملوا. بتي دي دي بتي بتعمل. بتعمل برضو. كيف؟ كم بقى تعمل تبقى خايبة؟ أخذت بصيلي زينا لازم غصبت عينها. تمام. لكن عاد أخذت ديا بطريقة طبعتها. تتعلم ما تتعلم ما مشكلة. العروس في العرس بتشيلوها شنو اللي بيتراجلها؟ شيلة عدتها. زي شنو أهم حاجة شنو قلت لي زمان كان في شنو؟ ده زمان خالص. الطبلية دي. والنشابة. وال يعني الطبلية الشال. دي والنشابة والغربال. والطشيط والجردل. يعني حاجات الاكل تضمن تضمن اكل الراجل. ايوه ايوه والغسيل والنظافه فيه معنى ذات الكلام. ايوه بعدين نبدا سكريه حتى الزمن ده يا سلام. ويعني ما على فكره يعني احنا ما بنعمل حاجاتنا وبس عملها ذات حاجات السودانيه نحن كمان بنبالغ فيها عديل. يعني اي حاجه ما قالوا انتوا ناس عمار. اي حاجه سودانيه نحن بنعملها. هسه العجين المر الخمار ده هذا لو دخلتي ثلاجتي بتلاقيه فيه. يعني اعمل اللقمه الكسره ما قاعده اشتريها. عندي الساج العادي ورثاه من نسيبتي وعندي الساج بتاع الغاز الفطيره حتاكلوها بالحمام نحن بيكا اي ليله وبكره وللابد. أول محطة من محطاتنا مع أهلنا البصاولة حنشوف بيت حيعكس لنا التراث والأواني بتاعة البصاولة وكيف إنه هم مخصصين لكل غذاء إناء معين. شفنا أول حاجة الغربال اللي هم بيقولوا عليه بسمينه التربال اللي هم بيستخدموه لتصفية الغلة بتاع الغلة لإزالة الشوائب من القمح ومن الحبوب لآخره. وعندهم تاني أواني مخصصة من الفخار وهم بيقولوا إنهم بيتلززوا بتناول البيض من الصحن بتاع الفخار. وعندهم كمان تاني المش بيتعمل في الأزيار وعندهم بدل القدرة بتاعت الفول. يعني أنا لاحظت إنهم أهلنا البصاولة بيستخدموا الفخار كتير في صناعة الأغذية بتاعتهم. لازم أي بيت من بيوت البصاولة نلقى فيه شكل القلة تحت الفخار وبنلقى الصحن بتاع الفخار وحتى القدر اللي بيتعامل فيه البيض والطاجن بتاع السمك وبنلقى الغربال بتاع الغلة. يعني بنلقى منظر جميل بيذكرنا كده بالطبيعة بتاعت الإنسان وكيف الإنسان بدأ يأكل من أشياء لها علاقة بالطبيعة. لو مسكنا استخدام الأواني بتاعت الفخار في تناول الأكل بنلقاها صحية أكثر من الأواني بتاعت الألمونيوم والأواني بتاعت النحاس لآخره. السلام. السلام عليكم. السلام. زي أهلا. كيف صحة يسلمك. الله يبارك فيكم. تفضلوا. الله يسلمكم. كيف أخبارك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله يا رب. الله يسلمك. يلا عينينا للكاميرا هنا وقولي لنا اسمك منو وإنك أنت بصيلية وقبيلتك شنو؟ فتحية حسين وأنا بصيلية ومن الستاتنا. يا سلام. اشرح لنا شنو دي يعني دي نسوي ممكن فوق الملاح يعني نفركه فوقه لكن يعني بنسوي فوق البليله كبكبه يعني حاجه كده ممكن يعني نسوي معموله من شنو دي من فخار من الفخار. طيب وين الغربال ده يشوف الغربال وين كيف ما في ده غربال الغله القمح ده غربال القمح حسن بنضيف فيه القمح لغايه حسن بننضف فوقه اهي ايوه يعني لو عندنا قمح بننضف فوقه ده نغربل بيه الدقيق ده بنغربل بيه الدقيق يطلع منه الرده ايوه والدقيق براو ده قبل الطحن. طيب وده الطاجن اللي بتعمله فيه البيض ده نعمل فوقه السمك شنو السمك وده نعمل فوقه البيض يا سلام. يعني شنو الملز؟ الملز يعني نسوي فوق الفول. جيب الملز بخدوه في الفرم البلدي. الفرم البلدي ما بتفرم بعدين ده وين قطعته؟ يا سلام ما عنده قطع. ده الملز ممكن نسوي فوق الفول. ايوه
ده بيعمل فوق الفول. الدقيقة بيقعد يعني بتخطي بس على كمية بسيطة طبعا. لا بس في الجو كده بس بخط فوق يعني على قدر ما يشيل. أحلى وجبة فول تاكلوها بيدخلوها في الرماد. أحلى وجبة فول تاكلوها تاكلوها في الملز. هاي ده فوق السمك. تمام. وده يعني بنعمله يعني بدل ما نشتري البسكويت بدل ما نشتري لا لكن حس العصيرة دي احنا ما فهمناها. عاملاها بشنو؟ عاملاها بدقيق الفينو. اها. ها قمت بعد ما نقدر في لها العسل ودي السمنة. العسل الأسود حق المولاس؟ لا لا حق القصب؟ أيوه أوكي حق العسل. والسمنه والسمنه جماعة جوعتونا انتوا لكن ما في داعي ما في داعي تشتهر حلفة جديدة صح أكثر من 30 مصنع سكر مصنع عسل سكر يا سلام يعني ممكن في أكبر من ده في أكبر من ده في أكبر من ده لكن نحن يعني كله كان طبيعة الشغل ما زال محتفظ به يعني كان ممكن الطاجن ده أنا أستخدم أي صاج أطبخ فيه بيض أيوة. لكن اللي ده ده براود عنده كلام تاني امتصاص كوليسترول لا فيه شغل صحي فيه شغل صحي كبير جدا. البصاولة عندهم طريقة غريبة في تناول حتى الأكل. حنمشي بيت تاني وحنشوف عيش البصاولة وطريقة تناول البصاولة للطعام. حنمشي البيت نشوف بعيننا ونرجع نواصل معكم تاني. الا العيش البيت الا مقبوله بيكون ما في داكل عيش الطابون. اها لكن بتحبي اصلا تعملي بحب ده اكثر حاجه عندي مزاج كده تعمليه في الفرن عندي تعملي الفرن تغلي فرن غاز بعد ما فركتها بليها طبعا هنا كده خليها الخبيز الدور الجاي البرباسة دي باقي باقي الخبيز باقي الخبيز باقي العجين باقي العجين المخمر الفات ايوه خذ اللي بخمر لك الجاي ده بخمر لي الجاي احط حبه كبيره فيه وربع حبه عجين وبعد كده الصباح اكب الدقيقه اكب عليها الخميره يا سلام زمان كان دور اي كان شنو زمان كنا بنعمل وده انت بتخد بتدخليه الفرن كده طبعا بقلبه تقلبيه ايوه اقلبه بعد ما يخمر كده اقلبه هنشف وريهم اقلبيه اقلبيه ولا ورينا طبعا كده كده بعد ما خمر اديته الهواء شويه نشف يلا بعد كده جرحته بالابره طبعا كده دخلته الفرن دخلت الفرن طيب دي اسمها شنو دي دورة دورة الأصلية هي ما الدورة الأصلية الأصلية كي الأصلية طبعا بيعملوها بالطين بالزبالة ايوه ما عندك منها حسيت ما عندي وقالوا ديكي بتخلي العيش كمان أحلى بتخليه مدور بس ايوه لكن دي أنضف دي أنضف متعودين لما تتخطى الصينية ونبدأ ناكل الأكل بتاعنا لازم يكون العيش متواجد في الصينية ولما نيجي ناكل العيش من الصينية بنقطع العيش في الصينية والعيش بتكون هي ذاتها قاعدة في الصينية بنبتدي ناكل في البصاولة الموضوع شوية مختلف عندهم تكنيك وعندهم طريقة معينة لتناول العيش بتاعهم إنهم بيمسكوا العيشة وبيقسموا الحوجة بتاعتهم ومن يعني بيقسموا العيش نص بيحطوا النص في الصينيه وبيقسموا النص ربع وبيمسكوا الربع في يدهم لغايه ما الربع اللي في اليد ينتهي بعد ذاك يقوموا يشيلوا الجزء الثاني من الصينيه وعندهم الاطفال لو يتناولوا العيش بالطريقه العاديه اللي هو العيش بيكون في الصينيه وكده بيفتكروه خطا وبيعودوهم من ما هم صغار على تناول العيش بالطريقه اللي انا ذكرت عليكم في حد ذاته فيها فكره جميلة وفيها معنى اقتصادي وفيها معنى بتماشى كمان مع رمضان وبتماشى مع احنا بنقول دائما الاكل حقه الناس تتعامل معاه بالكميات وليس بالنوعيات يعني ممكن الشخص لو كمل العيشة في يده بعد ذاك ممكن يمشي يتناول عيشة تاني لكن لما تكون العيشة كاملة مخطوطة في الصينية كل ما نحن ناكل منها بيكون في ذهننا كده لازم احنا نكمل العيشة فانا بفتكرها واحدة من الاستراتيجيات المهمة المفروض ندخلها في تعديل الأكل بتاعنا في الحياة عموما الحاجة الثانية إنه هم بيستخدموا الثلاثة أصابع زي ما ذكروا لنا حسي ورونا في تناول الأكل وتماشيا مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصينية بتكون مخطوطة والصحن بيكون مخطوط في الصينية الطريقة بتاع التناول الأكل نفسه ما بيستخدموا الأصابعين كلهم في الأكل يعني البصاولة عندهم ثقافة غذائية كبيرة جدا جدا وزي ما شفنا بيحتفظوا بصناعة
الفخار او الاواني المصنوعه من الفخار لتناول الاكل، وبيستخدموا العيش بتاع البصاوله اللي هم بيعتمدوا على يعني على تناوله في حياتهم عموما. وحتى عنده بنلقى افرام مصنوعه من الفخار ومبنيه في كل بيت من بيوت البصاوله. العيش بتاعهم ما بيبدلوه بالعيش العادي، والعيش بتاعهم العيش الواحده ممكن تكون تكفي للثلاثه وجبات في خلال اليوم كله. الفتة اللي انت طلبتيها عملناها جداد مش طعمية. ده العيش بتاعنا، ده العيش بتاعنا ذاته، ده العيش بتاعكم. والمش يا سلام، والمش تصنيع محلي، تصنيع محلي بنعمل بران ما بنجيب من برا، بس نشوف مش يقلي مش الجماعة دي. والفول ذاته بنعمله برانا بالفوال. اي شفته، اي ما قاعدين ناكل فول الدكان. يا سلام. وده العيش، العيش بيقعد كم يوم؟ خمسة يوم بالله، تبع استهلاكه يعني. ايوه، بعده كان بيجينا ضيوف ما بياخذ يومين ثلاثة بيكمل. ممكن تفتحيه هاي سيريو كده درع عضلات. يا سلام. ولا راح ولا جاء، لكن هذه عيشة دي بتعادل ثلاثة وجبات. دي بتاخذ الاربع نفر. اربع نفر يا دكتورة، معلش لما يكون شغل يكون ممكن تاكل منه زيتون. تاكل اول ما يبقى بارد شويه يعني. تاكل بعد كده. نحن فينا حاجه يعني مستحيل نمسك العيش كده كله. بنمسك العيش لازم نكسر كده، نكسر كده كله هنا كده كده اهو. كل شخص نمسك العيش كده لقمه معينه، نمسك كده ونمسكها في ايدنا كده مثلا. يعني العيش اساسا تكون ماسكه في ايدنا. وبعدين في حاجه ثانيه في الاكل بتاعنا بتاع الفته، مستحيل اربع اصابع يا تاكل يا اثنين يا ثلاثه بالله. يعني احنا هاي بعد كده في ناس لما بياكلوا بياكلوا الباقي بينتروا الصحن. ده طوال بنقول له ما عندنا، ده ما عندنا احنا بالمعلق يعني اكثر بالله. ما ينفع معنا كله كله. لاحظي والله هسه الناس الثانيه غير اكلكم، اكلكم ذاته ثقافه. الاكل بتاعكم ذاته فيه تربيه، بتاكلي والعيشه في يدك. يا سلام. لغايه ما تخلي في تخلص عيش جديد تقطعي تقطعي ثاني برضه. الحاجه اللي انتم اكتسبتوها كده يعني زي الابهات كانوا يعني حاسه دي حاجه معروفه عاده في اي بيت. بتقسم العيش وبتمسكه وبتاكل من القصبته والثاني بتخليها، لكن ما بتاخد كده. لا لا لا. سليم في الشهر الكريم، سليم في الشهر الكريم من البصاوله، وسليم في الشهر الكريم من العراقه ومن الاصاله ومن الطيبه ومن الجود ومن الكرم، وسليم في الشهر الكريم من التراث. لما نقول البصاوله بنقول التراث، بنقول النظام، وبنقول التنظيم في تناول الماكولات. البصاوله العيش المميز، البصاوله المش، والبصاوله المصنوعات اليدويه المميزه، والبصاوله الفخار، والبصاوله انا بفتكر اهلنا البصاوله لو عملوا لنا اواني مخصصه زي العيش اللي هم بيعملوه، اواني مخصصه ممكن الناس تتجه لاستخدام اواني الفخار في صناعه الماكولات. ودخلنا بيت من بيوت البصاوله عملوا البيض في الاناء بتاع الفخار بصوره جميله جدا جدا. عملوا البيض بالبصل، وفي عملوا بيض من غير بصل، الطعم بتاعه جميل ومستساغ. والاهم من كده انه الاناء بتاع الفخار بيحتفظ بالسخانة بتحت البيض لفترة طويلة جدا جدا، يعني ممكن يتعامل ويتخطى في الصينية ويقعد فترة طويلة، والواحد لما يجي يفتح ويتناوله حيلقاه محتفظ بالسخانة بتحته. من الحاجات الجميلة برضو شفناها عند البصاولة بيهتموا بصناعة المش في الأزيار، يعني الزير بيكون محطوط في البيت في مكان محتفظ بالرطوبة، وبيتعامل المش وبيقعد فترة طويلة، وكل ما تنقص الكمية بتحته بيضيفوا له الروب وبيخمر اكثر ويحطوا له الكمون لاخره. البصاوله زي ما قلنا احنا عندهم تراث عريق، والبصاوله عندهم تفنن في اعداد الماكولات صراحه. من خلال حلقه سليم في الشهر الكريم ليوم الليله انا عايزه يعني اخذ من البصاوله الحاجات الطبيعيه، يعني بيعملوا المش في البيت، بيعملوا الزبادي والروب في البيت، بيهتموا بتناول العيش المصنوع من يدهم في البيت، وبيهتموا بصناعة المأكولات عموما بيعملوها في بيتهم. وكمان من الحاجات الطريفة إنهم محتفظين حتى بشكل الترابيز القديمة، وحتى السيدة قالت إنه
البيت الشابة لما تمشي تتزوج تمشي بيت زوجها بيشيلوها الترابيزة بتاعتها معاها وبيشيلوها عدة من المطبخ. دي بترمز لأنه لازم هي تحتفظ بالتراث بتاع أجدادها. جميل جدا المطبخ البصاولي وجميلة جدا الأواني داخل المطبخ، والأجمل كمان المأكولات اللي احنا شفناها في البصاولة. لكن صراحة أنا شكلي كده جوحت السادة المشاهدين، نمشي ناكل مع البصاولة ونرجع نواصل معكم تاني. فضل. ما شاء الله ما شاء الله منور المكان. السلام عليكم. اهلا بنتي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. كيف صحتك؟ الحمد لله كويسين الحمد لله. طيب يلا ورينا انت اسمك منو؟ انا اسمي بزياده حسن. يلا قبيلتك شنو من وين؟ ها قبيلتك شنو؟ قبيلتي بصليه. لا ما بصليه. لا من وين؟ من وين؟ من وين؟ اه من بصالي. لا لا قبيل ستونية ولا ستاتنا. ثاني يلا قولي كلام. ايوه ثاني بصليه لكن ستاتنا. ايوه قولي كلام ده ثاني. بصليه لكن ستاتنا. ما تقولي لكن، بس قولي اسمك. قولي حجة. ايوه زياده كده 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 بزياده حسن بصليه وستنيه. ايوه بزياده حسن ستنيه وبصليه. كويس نمشيها عليكي. عيني كلمينا كده عن تاريخ البصيليه ده. نعم يوم من وين وصوله شنو كده ادينا فكره عنه. ايوه فكرهم بصالي. اي بصالي. يوم من وين؟ يوم من وين؟ انت اللي اتولدتي وين انت؟ حلفه القديم. اتولدتي في حلفه القديم وجيتي هنا متين؟ طولت قبل الهجره. قبل الهجره. طوالي انت لابسه الاسود ده؟ طوالي. ده لا ده لبسك دايما؟ لبسي عادي. بطل بس توب؟ لا خالص. ما طورت لكن ولا لبست توب ولا حاجه. اها لبسي طوالي كده. يا سلام يا سلام. ولما كنت فتايه كنت بتلبسي ايه؟ قبل الجواز قبل الجواز كنت بلبس جلابية الوان. الوان. ايوه لما خلاص عرسنا لبسنا الاسود ده. يا سلام يلا تعال اشرحي لنا يا حجة. يا سلام. ده لبن نفوره ونكبه في الزيت. نعمل الزبادي. نزبده الاول. تفوري اللبن. ايوه نحطه في الزير. نحطه في الزير نزبده وبعدين نكبه في الزير. ايوه كيف تزبديه يعني؟ تحطي فيه شنو؟ نحطه نجيب الزبادي. الزبادي تحطي فيه الزبادي. ايوه نحط الزبادي يبقى في الصباح مش طوالي ونكبه في الزير. ايوه زي الجبنه هو بس. اي زي الجبنه بيبقى الزيت. يلا كل ما يخلص نجيب ثاني لبن ونزبده ونحطه برده في الزير. يا سلام. ايوه الأصلية دي طبعاً بتتعمل من الزبادي. أيوة بعدين بتكون نيضة. يلا بقوم بعملها كده بقطع العيش فيها. شفتي لما أجي أقطع العيش فيها كده حط العجينة فوق يبقى العيش من ورا زي ده. الفرق شنو بين الدوار بتاع الزبالة والدوار العادي؟ والله ده بنفخ العيش. ده بنفخ العيش. والدوار بتاع الخشب بمص الموية. بمص لين. لين. قصدي بيها الزيت ولا قصدي بيها الدوكه؟ هي ذات الاصليه زيت براهو. تدي دي لون ليه مختلف؟ دي لون احمر. دي معناته البطاطا ما بنلاقيها في طماطم. ايوه يعني حاسه دلوقتي ده حاسه ممكن زيت طماطم وبصل. وبصل ده زيت بس. ده زيت ساقي. ايوه انا حاسه لو عايزه انت حاسه ما عندكم طبخ في البيت ده ما في طبخ عندنا عندنا. هاي مرات اولادنا ما بيعبوها دي لان دي بتقعد اليوم كله تبرد سخنه تاكل فيها. يا سلام تبرد سخنه ما بتبري. ما بتبري. يلا كده شوفي هتعملي شو. يلا امسكي كده نصحة يا اخي. لازم شهيتونا مش لازم تصير معانا حكايه عجيبه والناس صايمه. حطيت فيها جزبرة. فلفل. تحب البيض يا حجة؟ في دول ما بيحب البيض. أظن بتاع البصل ده حبي جدتي. أيوه حقكم حقكم. منظر مشهي شديد. يا سلام يا سلام يا سلام.
تغطيهم. هاي غطيهم يستوي تحدف. والنار تحيط تكون أصلاً. هاي النار تحدف أسكي. حتى ممكن طوالي. هاي بقعد سخن. يعني نص ساعة في الناكل منه وقصه. والله بصراحة جينا هنا لعيش البصاولة. شكلنا كده هنطلع بعيش البصاولة وبيض البصاولة وعيش البصاولة بنهضيرنا وكلام البصاولة بكله ولبس البصاولة ولبس البصاولة رائع نحيش مكيف هنقطع البصاولة يلا نقطع البصاولة ده أعمل اليوم عشان كده بتحبيه يا حجة. نحن ذاتنا نحن ذاتنا الصغار نحن ذاتنا بنحبه. وبعدين في واحد بنعمله بالطماطم الطماطم بتكون قطع قطع يلا ربنا يديك العافية يا حجة. الله يعافيك. اللي عندك وجبة رهيبة. وانت يديك العافية. انت بقى ماشي تفطري معانا هناك؟ هاي حتجيبها. امشي كده. هاي حتجيبها. دخلنا أكثر من 10 بيوت في بيوت البصاولة ولاحظنا حاجة يعني في كل البيوت إنهم كلهم بيهتموا اهتمام فائق ببيوتهم وبنلقى حركة بتاعت كده فن عمراني مميزة البصاولة يعني في أي مكان هم قالوه بيخشوا فيه لازم يعمروه على لسان أهلنا البصاولة وقال إنه هم بيهتموا يعني نلقى حتى بيمتهنوا المهن تحت المقاولة البنيان والنقاش لآخره عندهم فن معماري رفيع وزي ما تفضل السيد وحكى لنا يعني وقال إنه في كل الحتات العريقة في السودان وفي الخرطوم عموما لازم يكون للأخوان البصاولة عندهم بصمة فيها وده بيحكز برضو مدى العراقة ومدى الفن ومدى التميز بتاع أهلنا البصاولة شفنا في البصاولة بيوت مميزة ولمسنا حتى من شكل الجدران شكل المباني والنظافة بيهتموا بالتنسيق كثير أنا عايزة أخلي الصورة تتكلم وعايزة أوري السادة المشاهدين مدى اهتمام أهلنا البصاولة بالتراث وحتى كمان عندهم في كل بيت بنلقى زير الزير بتاع الموية بيكون شكله مميز جداً وبيتفننوا في نظافته ويعني شكله بيكون جاذب لتناول المويه وحتى مستوى البروده تحت المويه اللي هم بيتناولوها ومع منظر الزير ونظافه الزير ده بخلي الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا الليله دي في اللحظه دي يمشوا يشتروا لهم زير يكون ينافس الزير بتاع اهلنا البصاوله اللون بتاع الزير مختلف لا نحن بنحس بها ويعني لامع اكثر لامع اكثر لان نحن طوال النظافه دي فوقها بتنظفوها كيف على طول بالفرشه والله والله اي بيت لازم يكون فيه زير والله يعني ها في وفي بس نحن البصال يعني فقد الازياء بتاعتنا اللي كده بتقول لامع يا سلام علينا نظيفه ازياء انا دايما نظيفه كده لا يعيب السخنه بس عشان ناس مغسله الوريني ليه هو نظيف كده شكله لونه مختلف اللون هو اساسي اللون ده بس دي احنا مع النظافه والفرشه والبتاع بننظفه اهو بالحاجات زي دي السلك دي في حجر اي حجر النار ده بشيل كده نشوف واحد من الرجال شغال بشيل البشره دي تفضل يا سيد اذا في اي تراكم بتاع اوساخ من ناحيه التراب والبتاع فده فترات الخضار بتاع كده بيقوم يشيله بيخلي الفخار على اصله ايوه الحمار بتاعه تبقى هنا الزير ذاته مساماته مفتحه وتبرد اسرع فده مهم جدا بالنسبه للزير لكن لو خليتها هتعمل نوع من تراكم الاملاح شكلها الاملاح زائد الخضار كده خضار كده ايوه صح فاحنا ده مع السلكه والفرشه بتنضف اول باول في الاسبوع مرتين اقل حاجه نديك مويه يا حجه تفتيح المسامات نديك مويه من الزير الحجزات عند زير تفتيح المسامات اهم حاجه بعدين احنا عايزين الكيزان الكيزان بتاعتنا لازم الكيزان مع الكوز كده الكوز الملمع وال الكيزان ذاتها يعني الواحد يشرب بمزاج وبنفضل مويه الزير على المويه يعني حاسه التلج فيه ما تبقيش فيها ولا يعني عايزه المويه البارده لا بس نعمل تلج الحفاظه في الشباب تبع الاولاد بيشربوا المويه البارده ما عايزين الحفاظه يحطوها جنبهم اتفضل خش دارك مع ضيف كيف حالك كيف اتفضل خش دارك مع ضيف كيف حالك كيف اتفضل خش دارك مع ضيف
مزارك نورت الحتة وهو زي ما شايف بجيتك بقى حتى مذاق الوانا سلاطين اتفضل خش دارك ماضي يلا بسم الله ناكل احنا بناكل كده عرفونا على الحياة الظريفة دي شايفوا لي حمام بيايا انا وين الفول المعمول بالله هذا يلا بسم الله قالوا بيقطعوا معروفين بيقطعوا العيش كده مسكه في ايدنا ايوه دقيقه ما علموني الطريقه ايوه بناكل دي ما بناكل دي صح كده اي صح امسك العيش في ايدنا ايوه ما بناكل كده يلا بسم الله يلا ناكل ما ضروري كثير والبيض وين حسيتوا شاهدين البيض هذا البيت عليك الله يا حاج اوكلي عيش ظريف عيش المصاوله طعم طعم شديد يلا جابوا لك البيت جنبك جيب القهوة البصاوله ديل اي حته بنشوها بيعمروا فيها سيبوا العمار كيف الكلام بدك تشرحوا لي كيف يعني والله ما شاء الله ذاتها يعني الحته اللي بنقعد فيها يعني احنا لو قلت لك لما سكننا الكلاكله دي بنشرب مويه البير والبير دي كانت ما في كل بيت يعني زي كم بير كده ما عنده بيمشي ياخذ من البير البيت اللي عنده بير ايوه يعني عانينا معاناه شديده في الاول لحد ما بقت كده كانت كلها 6 بيوت الكلاكله دي كان في الضحيه ما في زول بياكل ضحيته برا الستة بيوت دين بيكبوا في بيت واحد بعد شويه بقينا شنو نزيد يبقوا كل بيتين كل 3 يضحوا لما نزيدنا بيبقوا ناس يعملوا فطور ناس يعملوا غدا عندك مناسبة كرامة عرس ما في زول بيعمل له يعني حلة في بيت بتكفلوا بحاجاتكم برافو حتى لو جاك ضيف بتاخديه برضو بيت العرس أو بتجيبي له لحد عنده في بيتي يعني كانت يعني حلوة شديد لحد ما بقت هسي كده لكن أكثر ناس قاعدين في الكلاكلة كل شارع طبعا مع بعض حاسس السودانيين اللي حواليهم يتأثروا بالاكل بتاع ايوه بيقعدوا يعملوا زي شنو يعني في وحده اسمها عاسيه في المناسبات وفي اي وقت انا حاسه طبعا قاعده حد اعرافنا سافرت معانا الفته دي حاسه دي فته بالعيش ايوه فته بالعيش بالذات عيش البصاوي الفته دي شفتها 30 يوم رمضان بناكلها بالله هاي فته الشوربه بس بالجلال 30 يوم في رمضان 30 يوم نحن بناكلها خاصه كده كده تحس شهيته الناس وهم صايمين حمام وفته وحاجات عجيبه ما بتكلم معاه عنده اختلاط الا يوم العيد 40 يوم سنة سنتين 6 شهور ما يشوف ما بشوفه لا انا ود عمي ولا شاف البيت جنب البيت لما اروح في الشارع الثاني لكن ذاك بنات الزمن ده أيوة. لما شافه وشافته ما بيتجوز صح صح كلامي يلا بعد بيعمل العرس عادي يعني كان غدا كان عشاء على حسب الوضع بتاع الفطير السخين ده شنو ده؟ ده الفطير الجمعة السخين اسمها سخينة ده الفطير اللي عملته قبيل؟ ده بالدمعة وده بال وده السمنة الشوربة سمنة وسليقة ده يوم الجمعة ده طبعا يوم مفتوح لنا لأن أولادنا ورجالنا بيشتغلوا الأسبوع كله نعدم الغدا الجمعة يوم الراحة غدا كبير يعني كل جمعة الغدا كل جمعة غدا لازم كبيرة جداد حمام جداد بس كده غدا الاسبوع غدا الاسبوع ده بالاسبوع كله ده خصوصا يوم الجمعه ده عسل لبن سمين بدوها للعريس وبدوها للزول اللي بيطلع بدري لشغله ما بحصل يفطر في البيت او الحته اللي هو بيكون بعيد ما مثلا ما فيها فطور او حاجه زي دي فبدي تاكل وجبه كامله بتعملوا شو في رضبه العريس يلا يا حجه بزياده يلا يا حجه بزياده طيب قالوا انت اول نتاجه خالصه على العريس هي تكون مغطيه وشها مع حلاوه ايوه تكون شويه حلاوه معها مخطوطه وين الحلاوه الحلاوه حطاها في منديل ايوه تروح كشحاء على العريس بيتين دي لما تدخل عليه اول ما تدخل طيب اها مغطيه وشها ما تداها الرضوه ما تكشف وشها ايوه اها لا تداها الرضوه كثيره الرضوه دي القروش القروش أيوة. ايوه من جنيه ولا فوق ايوه هي وشطارتها اها تقوم ايه العريس يكشف وشها لدها لها كثيره خلاص فرحي اها
والقروش بتوديها وين؟ توديها لامها توكلوا حمام وجدعان. ولو بسيطة؟ لو بسيطة ما تأخذها منها ولا تكشف وشها تخليهم غطاها. أيوة. لكن بنات اليوم دلوقتي بيتكلموا مع العريس قبل ما يخش. انت رضبتي كانت كم؟ أنا؟ لا رضبت أقول لك وش عليها. طيب العروس بغنوا لها شنو؟ الأغاني بتاعت العريس كانت شنو؟ العروسة ولا العريس؟ الاثنين ده الأغاني شنو؟ عمل الغرفة وجات هي نازلة من السطوح. أيوة. والولد بنى غرفته على عليا برادها من ذهب بفضة كبابية والست فوق السطوح تنزل تحليها. الست من فوق السطوح تنزل تحليها. تحليها. يا سلام. والولد بنى غرفته على سلالمها برادها من ذهب فضة كبابية والست فوق السطوح تنزل تحليها. طيب تحسي راجل بيتك أكلتي كم يوم؟ راجل بيتي لازم تأكلي. أنا كنت قاعدة في ثلاثة. طيب. نمرة ثلاثة. طيب. ومقلات ثلاثة شهور. ثلاثة شهور؟ أيوة. بتفطري شنو الصباح؟ في الصبح هو يفطر كده كان شعرية كان سكسكانية مع الكده دي. وفي الغد حمام. ثلاثة شهور. ده ما ودخت يا حبيب. عشان ودخت. يعني كان غريب كان غريب لما بدي له. كان غدا سخينة. ما بدي له كده عشان ودختي ده. أيوة. وده الفطير باللبن. الفطير باللبن ده بتاع الصباح. بتاع الصباح. يفطر بيه بتاع الصبحية. يدخل الليلة في الصبح تعدي له فطير باللبن عشان تبيدي له. بي. ايوه يعني اصطبح اصطبح باللون ابيض. أيوة. باللبن باللون الابيض. يا سلام. طيب التفاح ده جواه في زي 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 تحليه كده ولا شنو دي؟ شنو دي دون عنا كده فكره؟ تفاح. اسمها شنو؟ التفاح. دلع البصاوله. دلع البصاوله. يعني بتدلع بالتفاح. بتدلع رقمته باي حاجه حلوه. طيب والفضل عامله انت عصيده بالعسل الاسود. فتحيه. فتحيه. يعني انت حاسه بعد ما تفطري يعني كده دايره تحلي يعني تاكليها تقومي تحطي لها حبه عجين يعني كده زي خمار كده يكون خمراء. يا منديل حاجه شبك في جريده والبخيل يقول له ده بلاده بعيده. انت ما تعجزنا يا بنتي. شبك في الجرايد والبخيل يقول له ده بلاده بعايد. يعني اللي ما عايز يروح الحج يقول له ده بلاده بعايد. لك الحج ما عليه كثير ولا قليل ولا عليه بعد. يا سلام. غني لنا يلا احنا حسي ماشيين بيتنا. جمعنا الفة ضمنا والفة جمعنا الفة وضمنا والفة لتت معانا وزيد عدد لك بنهتف يا بلد لك بنهتف يا بلد نحن ليك ونحن بيك نحن ليك. البصاولة بسالة وكرم. البصاولة محمد خشو بيعمروا أي منطقة بيدخلوها. البصاولة كريمين سجعين عندهم الكرم. البصاولة مكافحين وكريمين. البصاولة ناس شجاع فيهم الشجاعة وفيهم الكرم. عمل وكرم. البصاولة لهم بصمات تراثية ولهم أصول وعروق عريقة. البصاولة كفاح وعمل وشجاعة وحماس وتاريخ عريق جزر عربية عميقة جدا. والله البصاولة ناس مجاملين والحد الآن محافظين على عاداتنا وتقاليدنا. يعني أرجو أن يسمح للجميع في هذا المقام الطيب أن أرحب بالأخوة في مركز هبة عاملين وإدارة. ولا أنسى في هذا المقام أن أشكر الدكتورة هبة على هذا التكرم وهذا الحضور الذي أسلك صدورنا في قبيلة أبناء البصاولة.
حقيقه لما نتكلم عن كلمه بصاله بتواجهنا صعوبات كبيره جدا، لان القبيله ارتبطت بمسمى كامل في كتاب قبائل العرب او سبائك الذهب في معرفه قبائل العرب، اللي هي البصيليه، هي تعتبر البطن الخافي من قبيله بني خزام العربيه، وحصل فيها انتشار كامل. هذا الانتشار لم يقف على مصر، اذا كان البعض يدعي انه هو مصري، احنا ما مصريين، احنا قبيله عربيه. هذه التسميه انتقلت الى العراق ثم اليمن ثم مصر ثم ليبيا، في اليمن في بصاوله، في السعوديه في بصاوله، في الكويت في بصاوله. لكن ما يهمنا في المقام الاول البصاوله اللي هم الان مقيمين الان في السودان. هم الحقيقه هم عباره عن 14 قبيله جاءت في تسميه كلمه البصيليه. وهذه القبائل ال 14 احنا بنسميها نجوع، او هي قبائل يعني فيها، لا اريد ان استحضر اسم محدد عشان ما يقول والله فوزة عنصر لانه محمودة او من ستاتنا، لكن 14 نزع فيها ستاتنا وهواوي، وفيها قريطية وفيها محاميد وفيها جرامي وفيها ستاتنا وفيها شرفة. في نفس الوقت ال 14 نزع ديل انا كلهم هذه النجوع اشراف ينتسبوا الى آل البيت. إذا انتقلنا إلى المسميات نفسها، يعني أنا لو حبيت أتحدث عن نفسي أنا كمسمى من المحاميد مثلا، ممكن أقول فوزي عبد الرحيم محمود علي عبد الله محمد عبد الله المحسي إبراهيم حسن محمود يوسف عمار عامر كميل الدين الإمام الهادي الإمام الجواد الإمام التغي الإمام موسى الكاظم، وموسى الكاظم في العراق بل هو نقيب الأشراف، موسى الكاظم جعفر الصادق زين العابدين ابن علي بن أبي طالب. ده برضو لا يمنع انه ابناء البصاوله اللي جايين اساسا من الجزيره العربيه او جايين من السودان، ان اليوم ابناء عمهم اللي هم في مدني، يعني مدني السني، السني ده الامام مدني السني هو بصيلي من المعمريه، واخواننا في مدني عارفين الكلام ده، عيله الزيات واخونا الدكتور عبد الحافظ جاد المولى، وكل الناس دي بتعرف شنو اصل قبيله البصيليه. ده لا يعني برضو ولا يعفي ان الناس علاقه البصاوله الاشراف بالعراكيين بفداس العمرات بالعمراء، فدي ده هو الاصل ودي الاصول بتاعت القبيله دي نفسها. من عادات وتقاليد البصاوله الشجاعه والكرم. هم شجعان باصلهم من قديم الزمان كمحاربين، انتقل من الجزيره العربيه الى الوطن العربي هنا ودخلوا لغايه ما دخلوا السودان كمحاربين وناقلين للدعوه الاسلاميه. مسابقة سليم في الشهر الكريم، الجائزة الأولى تذكرتين سفر الخرطوم القاهرة الخرطوم وإقامة لثلاث ليالي في فندق راقي، الجائزة الثانية جهاز لابتوب، الجائزة الثالثة جهاز موبايل، الجائزة الرابعة 750 جنيه، الجائزة الخامسة 500 جنيه. تسلم الإجابات باستقبال التلفزيون من يوم 26 من رمضان وحتى ثاني أيام العيد. للاستفسار حول البرنامج اتصل على الأرقام بمرادنا نملى الكون شموع بشموعنا حنشوف الحلم. وسليم في الشهر الكريم. التنوع بيعني صفات كثيرة في حاجة واحدة، ولو كان التنوع في الإنسان معناه التأقلم والتعايش مع الأشياء بتجدد وبحماس. في البصاولة شفنا الكثير الكثير، شفنا تنوع ثقافي كبير، وشفنا تنوع تراثي أكبر، وسمعنا الكثير وعرفنا الكثير. الثقافة الغذائية في البصاولة كبيرة، عايزين نعرف اسم ثلاثة أكلات بيعملوها البصاولة في البيت. السؤال الثاني، التراث في البصاولة برضو متنوع، عايزين نعرف اسم ثلاثة أسماء لأدوات الطبخ عند البصاولة. لو عرفت الإجابة سجل وانتظرنا بكرة وسليم في الشهر الكريم. العافية بكرة تكون شعار، وشعارنا لابد ينتصر، نصرنا بكرة يكون أكيد، حيكون أكيد، حيكون أكيد. بالهمة نملى الكون فرح، وليلنا يصبح بكرة عيد. انت تسلم احنا نسلم، اسلم معك كل الألم، نعمر الكون بالنشاط.
في الهمة نغنيك يا وطن، نعمر الكون بالنشاط.